منطقة فتلقوت تمتد طالة عماركم من الشارع لين المكان اللي نحن فيه، تخطف بين هليبال كلها، يعني بقولكم يمكن 5 كيلو أو 7 كيلو تمشي في نص هليبال، طريق كتش يغني يا ليل. يوم بتوصل انت بتلقوت الناس تتحرى الاسم هين ولا جاي من عبث. الاسم هذا باللغة الجبالية بتلقوت يعني الجبل المفلوق، الجبل المفلوق هذا راس وهذا راس آخر، هاي الفتحة من الطرف هذا لين هذا ما أدري كم كيلو، يعني يمكن 3 كيلو أو 5 كيلو المسافة، يعني لكن انتو تشوفونه قريب، لكن من يبل هذا لين هذاك، هذه هي الفتحة اللي هي أطلق عليها اسم فتلقوت، متواصلة من المكان هذا لين الرسته، والعالم كلها حين تغني يا ليل، مكان يسوى لساوي جنان. فتلقوت هذه فلقة وهاي شيء الفلقة الثانية، يعني يبل ومنفلق، منفلق إلى فلقتين، هذه وحدة وهذه الثانية، وهذه كلها المنطقة يسمونها فتلقوت، مكان جميل جميل، الكون كله متعني عسبته، اللي بيض من وين يأتي صلالة، ما بيها المكان، اللي بيض فار بكبرها، ما بيها المكان عبارة ما صار فار ولا صلالة ولا صار مكان أبرك له يرد.